عبد الغني الأسدي يرهم برأيك أستاذ غالب؟ برأيك؟ يعني هو يرهم بس عليه إشكال حسب ما افتهمت من المتظاهرين أنه علاقته بالفصائل المسلحة قوية، وهذول المتظاهرين عقلهم يطير من الفصائل المسلحة، لأنهم ما حط طلباتهم إلى أنه أي حكومة تجي لازم تحقق بالمجازر الدموية التي حصلت في الجيش في الشعب، ويعتقدون إلى أنه القناصة ينتمون إلى أحزاب شيعية وأحزاب راديكالية ويردون يقولون إنه حسن. أنا شخصيا أنا قلت مرة بالتلفزيون، قلت عبد الغني الأسدي جدا ناجح، بس بعدين هم الفصائل المسلحة أنا قالوا لي إحنا ما نحقق بالبعض لأنه رجل لأنه شوية علاقته قوية بالفصائل، ولا إحنا نعترف بفضله ونعترف بقوته ونعترف، فهم خايفين من هالنقطة هاي. بصراحة أنا بقولها لأول مرة بالتلفزيون، يعني ما قلتها بس هالقناتكم بالتلفزيون قلتها، هم يخافون من هالباب هذا. كل ضابط له علاقة بالفصائل المسلحة يضجرون، يعني ما يرتاحوا له.